تحية طيبة لكم أصدقاء المشاهدين بهالسلسلة يلي عم نحكي نحن وخيي نعمي أستاذ نعمي خيي نعمي تو عن مار يوسف. في الحلقة السابقة كانت هناك مقدمة وتعريف عن ألقاب القديس يوسف مع المشاهد الإنجيلية المذكور فيها، وكانت أيضا بمرور سريع على بعض هذه المشاهد، ووعدناكم أنه رح نكون بتفصيل أكثر داخل الحلقات. واليوم عنوان هذه الحلقة يسوع أو مار يوسف عفوا معلم الحب من بحسب موريس زندل. خيي نعمي أهلا وسهلا مرة جديدة عبر شاشة نور الشباب من تيلي المير نورسات. اليوم معلم الحب مار يوسف، قراءة تعمقت فيها لموريس زندل وطلعته بخلاصة وضعت أيضا في هذا الكتاب بالكتاب الأول. ما خلاصة هذه الرؤية لموريس زندل؟ برجع بشكر تيلي المير انه عم توصل هالنور وهالكلمة الحلوة للعالم كله سوا، وبشكركم كله سوا انه بسنة مار يوسف فينا هيك نعبر شوية عن مار يوسف. في اباء الكنيسة والرهبنة هن يمكن كانوا يعبوا اكثر من الناس العادية لمار يوسف، مشان هيك كانوا يسموه الغائب الحاضر، مشان هيك مارت روبان هي المستيك اللي كانت عايشة لسنة 1981 عايشت 53 سنة على الإربانة، العذراء قالت لها إن الكنيسة سوف تكتشف مار يوسف من جديد، يعني كانوا عم يكتشفوا اللي عبوا منها الآباء والقديسين مثل تيريزا دافيلا كان شفيعة واللي أسست رهبة الكرمل على اسم مار يوسف اليسوعية كل من سوا. نحن يعني رح يجي دورنا مثل ما بيقولوا، وبظني البابا فرانسيس هالسنة رح يكون عنده دور حلو يرجع يوصلنا مار يوسف لكل بيت لكل زاوية وننفض الغابرة عنه مثل ما بيقولوا. في إنسان أنا كتير بعشقه هو اسمه موريس زندل. موريس زندل إنسان خلق بسويسرا من أم بروتستانتية معمقين بالكتابات وبالإنجيل اللي كانوا البروتستانت ما يستحيوا فيه، ومن بي كاثوليكي بنمط مسيحي رهيب، وكان شارب من اثنين وعمل راهب وتعمق، وكان عنده شغف مريمي رهيب زندل، بس كان عنده كمان شغف لمار يوسف شيء رهيب. موريس زندل فينا نحكي عنه كتير، بس هو كان من أهم فلاسفة بالعصر الحديث للفلاسفة المسيحية اللي البابا بولس السادس، البابا بظني بيو السادس اخذوا ك مرجع بعد الفاتيكان 2، وعمل تقريبا اكثر من 20 هل جلسة. هو موريس زندل هو من يعني هل هو من الحقبة الحديثة اللي شاركت بالفاتيكان مجمع الفاتيكان الثاني؟ ما كان شارك مباشر، كان شارك غير مباشر، بس كان هو صديقه للبابا هلا بنقول اسمه، بس بالنهاية كان إنسان متعمق بجذور الكنيسة. والحلو كمان أنا بدراستي عن مار يوسف وقت كنت عم بفتش على مراجع موريس زندل بعرفه، بس ده شو شانسي حلو، من أروع ما كتب عن مار يوسف من خلال موريس زندل كان كتب بلبنان، وهو كان يتردد كثير على لبنان وعلى هالبلدان، واكثر شيء كان على لبنان، اللي كان عنده محاضره مع الراهبات الفرنسيسكانيه بغزير بسنه 1959 بين 20 و27 تموز. تصوري
المحاضرة موريس زندل ما كان يكتب، كانوا يسجلوا له المحاضرات طبعه، والمحاضرة كانت عن مار يوسف إذا بدك، عن مار يوسف معلم الحب، واللي المحاضرة كانت بعمق بداية إنجيل متى اللي بيقول فيه، رح أقري شوية: أما ميلاد يسوع المسيح فكان هكذا، لما كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف وقبل أن يسكنا معا وجدت حاملا من الروح القدس. يعني هوني متى وضحها كامل مكمل، وجدت حاملا من الروح القدس، يعني ما في مجال للشك، وجودها هوني ما بدها شيء. ولما كان يوسف رجلها بارا، ونقول كلمة بار بالكتاب المقدس يعني القداسة المطلقة، ولا يريد أن يشهر بها فقرر أن يطلقها سرا. هلا رح نقريها شوية، بس موريس زندل بده يرجع يعطينا الخفايا اللي بتنقرى ما بين الأسطر. وما أن فكر في هذا حتى تراءى له ملاك الرب في الحلم قائلا: يا يوسف، يا يوسف بن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، فالمولود فيها إنما هو من الروح القدس، وسوف تلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. وجدت هذا كله ليتم قاله الرب بالنبي: هو إن العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. ولما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته. تتشوفي بهالكم سطر قديش فينا نعبي ونغب من اللي كتبوا قديس متى. يعني بس بدي ارجع اشوف لفرجيك شويه تقريبا شو هالحدث الرهيب اللي بيغير التاريخ، انه قال لك وفسر لك انه وجدت حاملا من الروح القدس. ببدايه الحلقه وقت حكينا انه مار يوسف عايش كان البتولية، والعذراء كانت عايش البتولية، بس روح القدس كان يعني حضر مشروع الخلاصي يعني من خلال عائلة، مشروع الخلاص يعني حضر ناس تيكونوا بهالمشروع، لأنه العذراء إذا وجدت حاملا من روح القدس رح تكون حامل، واليهود رح يشوفوها امرأة حامل بلا رجل، اللي عند اليهود بالشريعة تبعون وقت إذا ترجم حتى الموت، ترجم حتى الموت. ومشان هيك يوسف كان خطيبة وما كان عارف شو عم بيصير، وعرف إذا طلقها سوف ترجم، سوف تعتبر يعني إنه إذا طلقها رح ترجم. وإذا القصة الحلوة وين إنه مار يوسف ببتوليته والعذراء ببتوليتها كانوا عايشين بشيء اسمه سر الصمت، بسموه من أروع مراحل الصمت بحياة اثنين كانوا يحبوا بعضهم. أول شيء العذراء، إذا نرجع شوي لإنجيل لوقا، وقت بشرها ملاك الرب وقال له ملاك الرب إنه رابتك إليصابات اللي هي عاقر هي كمان حامل في شهرها السادس، حامل بشهر السادس. وهلا بنقول ليش السادس كمان، في كلمة سادس ليش؟ لأنه إسه بدها وقتها هي تجي تكفيلة لأنها توصل للسابعة، والسادس بالحمل ما إنه كامل، راحت العذراء هي كفت لها طريقة، ووصلت لطريقة إنه بدها تعطي هالزيارة زيارة شيء رئيسية شيء مقدسة، تقول للعذراء لإليصابات، وإليصابات ساعتها تكشف سر نحن ما بنعرفه. قالت لها: كيف لي أن تزور أم ربي؟ يعني تصوري العذراء هي رايحة وكانت مصر لجمعة جمعتين حبلة، كيف عرفتها حبلة وكيف عرفتها أم ربي؟ يعني أول إنسان بيذكر يسوع إنه هي العذراء أم الله. كيف لي أن تزورني أم ربي؟ هذا هكذا امتلأ الروح القدس، امتلأ جنينه فرحا، امتلأت المعمورة. ساعتها نحن بنشوف ساعتها إنه لوقا كيف شوية بيكفي متى، ومتى كيف بيكفوا لوقا بهاي الطريقة. هلا مار يوسف كمان وقت عم بيشوف انه راحت ثلاث شهور العذراء تحضرت وبترجع بعد ثلاث شهور، راحت انه امراه خطيبته عاديه بترجع بعد ثلاث شهور،
مرة بطنه قدامه انه هالانسان قد ما يكون بشر ما بيعرف شو عم بيصير، بس العذراء من خلالها الالم تبع العذراء كان اكبر بكثير من الم مريوس. اذا نحن بدنا ناخذ القراءه ما بين الاسطر، العذراء رجعت هي حبلي بس انه انا عندي خطيبه، بس انا هيدا من عند روح القدس جاي قال لي. اذا روح القدس بده يقول له هذه شغله روح القدس، يعني مش شغلتي انا. وقت اجت وشافت هالصراع وشافت شيء يعني خز في هناك شيء اعمق من ذلك بكثير يعني، ونحن منعيشه بحياتنا اليوميه. واكيد هلا الاباء اللي عم يسمعونا وعم يشوفوا هالحلقه راح يوافقونا الراي، لانه اثنين علمانيين عم يتناقشوا بقضايا فيها كثير من اللاهوت وفيها كثير من يعني اليوم هذا الالم اوقات منعيشه نحن ببعض الاحيان عندما نحمل اسرار الاخرين ونتعرض لشبهات ولا نريد أن نبوح بها. صح. لحتى ندافع عن نفسنا ونبرر ذاتنا حفاظا على سر الآخرين. هاي. يعني العذراء كانت هي عم تحافظ على سر الله. صح. يعني لو كانت بدها ترجم، لو كانت بدها تموت. هوني موريس زندل بيشرحها كثير بشغلة رائعة، أنه العذراء كانت عم تتخزق أكثر من مريوس، لأنه العذراء في سر الصمت تبعها أنه أنا إجا الملاك هو خبرني. يعني هون انا هذا سر سماوي، هذا ما انا مو انا اللي فيني خبر يسوع مريوس طمن بالك هيدا الروح القدس. انا هون بدي اوقف معك على نقطه، لانه اليوم اذا كنا عم نحكي عن مريوسف لانه في رساله في مساج بتوصل. صح. وكتير مريوسف اليوم نحن وقت اللي بنحكي وبناخده كمثال وقت الشك. صح. يعني أنا اليوم رح أدعي كمان من خلال هالحلقة كل الأشخاص عن جد المؤتمنين يمكن على أسرار يظن البعض أنه تافهة، ولكن أنا بدي أرجع شدد على الفكرة، فكرتك خيي نعمي، أنه ما تتراجعوا، ربنا هو بيدافع عنكم. صح. ربنا هو اللي بيحميكم، ربنا هو يكشف لمن يعني يلي بيجي الشك مثل ما كشف لمريوسف. وهلا عم تعطيني فكرة من خلال هالبرنامج انه كل الاشخاص اللي بيبقوا معرضين مثل الموقف اللي عشته العذراء بصمت واتمنت فيه على سر الله. نحن اليوم على اسرار البشر مش عم نقدر نكون امينين. لا وفلان هيك قال لي، ولا فلان مشان هيك، ومش بنقعد نبرر حالنا. معلش التجوا لمريوسف، لانه مريوسف كمان هو شفيع هذه الشكوك، ومثل ما الملاك ربنا برر له بواسطه الملاك هو راح يحميكم. تركز كمان بهالصراع الصامت بين الاثنين، يعني مريوسف كان عم بيتخزق والعذراء عم تتخزق، بس مريوسف كان متاكد كليا من براءة العذراء. هيدي لا توصف، هيدي ما حدا بيشك، ما بس في شيء بده يعرف ولا شيء، ما كان عنده اي شغله بيشك بالعذراء، بس كان عم يشيف شغله ما عم يفهمها، والشغله اللي ما عم بيفهمها كان بده يبررها تيعملها بصمت. شو عميق اليوم هالشيء اللي صار، بدي انا اعملها بصمت، انا انه طلقها بصمت تما حدا يعرف، بدي اخذ حق البشر تما حدا يرجع تما حدا يرجع يعمل شيء. بس هالشيء الصراع اللي كان بينه وبينها، العذراء عنده صراع الصمت. بس الاروع من هيك وقت بيقول موريس زندل كان انه مريوس كان في يسألها، طيب انتوا هيدا كيف انت رحتي 3 شهور وجيتي حبلي؟ كان في يسألها، بس قد ما كان عنده محبه للعذراء وكان اسمه معلم الحب، وقد ما كان عنده ما بده يجرح، سؤال مثل هيدا السؤال بيخرق كل الحب اللي عطايا. مجرد ما يسال سؤال هيدا الحب بينكسر بينه وبينه، الشك يكسر الحب. انه تصوري حتى السؤال ما كان فيه يطلع بالسؤال، وكان عم يترك انه، وهي كمان العذراء انه كانت عم بتشوف التخزيق تبعه، انه طيب انه هذا سر الهي انا ما راح فيني اعطيك اياه. وانا وهي كانت مسلمه نفسها للرب، حتى عارفه انه اذا مريوسف ما بقي معها عارفه انه سوف ترجم، بس عارفه انه هي حامله مخلص البشر للحظه من اللحظات. وهيدا كمان كان الصراع انه بسموه الاكزامان، هذا بسموه الفحص الذاتي داش مريوسف كان بيتحمل، كان الملاك عم يتفرج عليك هو عم بيتخزق، كان بيقطش له اياها دغري بعد ساعه بعد ساعتين، بيقول لك هيدا من روح القدس مثل ما قال له اياها، مثل ما قال. بس كان هيدا الصراع كان هو فحص لايمان مريوسف انه هو بيستاهل يكون حارس الفادي. هذا كان مريوسف مرق بكذا فحص، تصوري
اللي اختاروا من هاي السلالة وهو مالك ابن مالك بن داود بن داود، ربنا كان يعني مر بالفحص وحتى العطرفة مرها بفحوصات، ترجع بلحظة من اللحظات بيقول لك من أروع شغلة بالليتورجية وقت بيقول له يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك فالمولود فيها إنما هو من الروح القدس. ساعتها بهاي اللحظة يعني ملائكة السماء كانت عم بتهلل بقلب مريم يوسف، ساعتها عرف الحقيقة الأساسية اللي صار انه اللي كان صراع الصمت بينه وبينه انكشفت القصة. وبلحظة من اللحظات رجع على تاريخ الخلاص اللي هو بده يكون مشارك فيه، وبده يكون هو ساعتها مبلش بيكون حارس الفادي، وعرف انه في طريق طويلة تيحرس هذا الفادي من خلاله. يمكن كنا عم نتحدث انه اليصابات هي ثاني شخص يبشر بسر الخلاص، يبشر تبشرت العذراء مريم بالاول، صح. اليصابات وقت الرحله، والثالث هو قديس يوسف، يعني هاي صح. اول بشاره له هو، صح هاي الثالثه، الثالثه بالسلسله، يعني ربنا عم يكشف لهالاشخاص سر الخلاص من اين ياتي، ومن اول شيء من حامله، ثاني شيء بزياره قديس اليصابات يلي هي حملت السابق، حملة السابق، وثالث بشارة كانت لمريوسف. بس إذا بتلاحظي أنا وقت بالحلقة الماضية قلت لك وقت كنا عم نحكي إنه بنهاية إنجيل يوحنا بيقول له لو بدنا نكتب كل شيء صار مع يسوع الدنيا كلها سوا ما بتساوي، مشلدات يعني العالم لا تتسع إلى، بس إذا بتشوفي أنت طيب اليصابات من جابت هالسر لولا ما ربنا والروح القدس كشف لها، وبالزيارة جيت عن زورة صبية صغيرة عمرها 15-16 سنة، عن زورة بتركع لها وبتقول لها كيف لي أن تزورني أم تأتي ربي؟ إلي أم ربي، هكذا امتلأ الجنين من الروح القدس، ثوري أول إنسان بيعلن العذراء هي أم الله. يعني خي نعمي هلأ وصلنا بهالحلقة أنه اليوم هالشك بين كوبل بين اثنين، اليوم نحن عم نعيش بعصر بدنا نطلب فيه أكثر وأكثر شفاعة مال يوسف للعائلات، صح صح وللكوبلات. يعني اليوم إذا كانت أعلنت سنة مال يوسف كمان مش مصادفة، والعناية إنه الكورونا تكون ردت العيلة إنها ترجع تجتمع مع بعضها، وللأسف يعني هناك كمان العائلات مرقت بامتحان، يا امتحان حب أو امتحان عنف أو امتحان، ولكن اليوم عرفنا أكثر وأكثر بزمن الكورونا أهمية العيلة ومحبة العيلة، لأنه اليوم بعدوا عنا كل البشر، ما بقى في غير العيلة هي تهتم ببعض البعض. بدي أرجع لمر يوسف هوني معلم الحب، نرجع لهالكوبلات اللي بحبوا بعضهم قدي بيجرحوا ببعضهم، قدي ما عندهم موقف مثل موقف مر يوسف، صح. هو معلم الحب بالحلقتنا تنقول له لسه ما خلص شوي، انا كمان من تعبي شوي من زندل، وقت نحكي عن معلم الحب يعني الوقت قلنا حتى ما كان في يسال سؤال العذراء شو صار معها، لانه كان بيعرف هذا الحب الاساسي تبعها. مريوسف وقت صارت معه البشاره من الملاك وعرفوا انه هيدا مش بس انه انت هيدا مولود، بس عتال مهمه قال له انت بدك تعطيه، لانه بالعرف اليهودي وقت انت بتكوني انت فيك تعطي الاسم للابن، يعني انت بي الابن الارضي هون، نحن هون ببطوله مار يوسف بطوله العذراء الاب الارضي هو مار يوسف المطلق يعني، وبنرجع نقول وقت ضيعوا مار يوسف، ورح نحكي عنها بالديتاي بعدين، وقت ضيعوا مار يوسف باعلام مار يوسف وشافوه وبرموا ثلاث ايام، هالثلاث ايام اللي برموها انه كانوا كل الملائكه حول العذراء ومر يوسف، وين كانوا؟ ما خبروهم دغري انه يسوع هونيك. تصوري هايدي وقت لقيوه قالت له كنت انا وابوك نفتش عنك بشغف. هون بدي ارجع شوي شوف كمان نرجع نطلع شوي من الناس اللي بيفرجونا مر يوسف كمان، انه ايام نحكي انه مر يوسف يمكن معطوب او اختيار او هيك، ما بناخذ المجد اللي عنده اياه مر يوسف، مجد الحب، مجد الحارس الفادي، مجد اللي راح على مصر ورجع من مصر، مجد اللي كان هو عم بيعيش العائله المقدسه بهالنجاره اللي عم يعملها.
عم بيكون هو يعني مسؤول عن ثوري. قال له مين انا تكون عن ربي ملك الكون، يعني ميني انا، يعني وقت كان يسال ربنا انه انا ميني حتى انا فيني يكون بهالمهمه ربي فاري الكون. الشغلات الاساسيه بدنا نحاول نطلع منها، بدنا نرجع مجد مريوسف. مريوسف اللي رجل مريم، مريوسف حارس الفادي. تأكيدا لكلامك خيي نعمي، بيقول زندل كمان هون بالكتاب صح. يعني حضركم جاي انه بهيدا الجو الذي تعيشه مريم يعني العذراء تجدها بأمس الحاجة إلى حماية يوسف، يعني هي ربنا مطلع من الواقع الاجتماعي إنه المرأة يلا وأنت لوحدك وجيبي ولد وربيه بالدنيا وأم عزباء لا، كانت محترمة قوانين المجتمع وربنا سكب هالقوانين، يمكن غير فيها، يمكن نفضها، يمكن عطى شيء غير مألوف لهذه الخلية البشرية اللي هي العيلة، ولكن هي كانت كتير بحاجة لمار يوسف. لهذا تأكيدا لكلامك انه مار يوسف هو لم صحيح هذاك رجل الصامت لم يتكلم يمكن بالإنجيل كله ولا كلمة واحدة، ولكن كان هو السند، هو الحامي، هو الحارس، هو الرجل صح. يعني العذراء عطت أروع هدية وقت قالت له وقت كانوا مضيعين يسوع، قالت له أنا وأبوك أكبر هدية أعطيتها بالتاريخ لمار يوسف، قالت له أنا وأبوك كنا نفتش عنك بشغب. زندل هون بيحكي كم كلمة كمان، نرجع شوي شبوبية مار يوسف وقوة مار يوسف ورجولية مار يوسف اللي الأساسية بيكتب هون: نرى عادة في يوسف الأب المعيل وكما تقول اللغة اللاتينية القديمة بشكل مثير للضحك هو الأب الضمني للطفل يسوع، إنه رجل عزوج ساذج نوع ما يحمل بين يديه زنبقة يغطيها الغبار. هيك دايما بيفسرون إياها. هذا الكون بعيد كل البعد عن الحقيقة. يوسف هو حي، إنه إنساني عظيم، وكم هي قوية نبضات قلبه التي نشعر بها. يا لهذا الإنجيل الذي استطاع أن يدخلنا في قلب أسرار الحب المغبط. كان أكبر حب عاشه رجل وامرأة يوما بالبتولية. تصوري البتولية اللي كانوا عايشين، لو بيقولوا يوسف جوز مريم أكيد يوسف من هون يفهمنا شو الزنبقة، لأنه الزنبقة اليوم هون ترمز إلى الطهارة، ترمز إلى البتولية والبتولية. يعني مشان هيك مش عبث هيك منشوف هالزنبقة، يعني إلها كمان مفهوم بالطبيعة صح. لأنه هي بالطبيعة هالزنبقة هي رمز وعربون للنقاء، للنقاوي، للطهارة، ببياضها، بشكلها، حتى برائحتها العطيرة. يعني اليوم رائحة الزنبق وقت اللي بتشمها زنبقة مار يوسف سبحان الخالق. فإذا هالزنبقة يلي ارتسمت هي رمز للبتولية. خلينا نكمل شوي مع زندل حتى نشوف بهالمشهد يلي صور فيه مار يوسف كم هو رائع. مار يوسف الشجاع، الرجل الحارس الحامي اللي أخذ المواقف، أكيد المواقف عم يسمدها من ربنا، ولكن هو بطاعة عمياء للروح القدس وبطاعة عمياء للرب عم بينفذ برجولية. يعني بالفعل كمان للناس بيشكوا بأبوة مار يوسف الأرضية أو بأنه مار يوسف كان رجل مريم، فيني أنا شغلة واحدة صغيرة فيني أنا أركز لك إياها وقت يكون أباء الكنيسة وزندل بيركز عليها، إنه هالشك اللي عينينا نحن وقت بيكون أكيد وقت قبل وقت بيظهر عليه الملاك وبيرجع بيرجع العذراء على بيته، وساعتها بيعرف إنه هيدا الطفل من روح القدس، وهو بده يكون حارس الفادي، بده يكون ربي الفادي، وهو بده يعطيه اسمه. لحظة من اللحظات تشوفي الزمن كيف بيشتغل، وما في شيء هاي بالإنجيل بيجي صدفة. بيوم الرومان بيقولوا نحن بدنا نعلن إحصاء للمعمورة، والإحصاء للمعمورة إذا تشوفي دشة عندها أبعاد، إنه كل واحد بده يروح على ضايعته الأساسية مطرح ما خلق فيها تا فيك تحصي هالشخص.
هلا نحن كمان انه ساعتها عرف ماري يوسف سر الفادي وعرف انه العذراء، ساعتها نحن بيكون بالعرف تبعنا انه ماري يوسف صار زوج العذراء بالبتوليه، وعن نحكي بالبتوليه ساعتها مجبور ماري يوسف يروح على بيت لحم اللي هي بيكونوا بكل العهد القديم عم يتنبؤ انه يسوع بده يخلق بيت لحم، بس ما كان عارف هو انه هالسر اللي اجى اليوم الاحصاء المعموره لازم ياخذ مش خطيبته، لازم ياخذ امراته اللي هي حامل وبده ياخذها وما بيعرف اي ساعه بتخلف، بده ياخذها على بيت لحم لانه مجبور عند الرومان ان يرتتب، بده يسجل اسمه واسم امراته يومتا قبل ما خلف. ده شيء حلو كمان انه وقت وصلوا على بيت لحم ربنا هو سامح انه يخلق يسوع بهالمغارة خلينا بس سوا. مشان ما نغلط لنا غلطة لاهوتية هون يولد حتى من لأنه بركزوا على ولادة يسوع، ولد يسوع نحن بالتعبير الشعبي بنقول خلق الولد ولد يسوع ايه ولد يسوع بس نحن اللي بدنا نحكيه هوني انه هوني كان الهدف الأساسي انه بعد ما ولد يسوع من العذراء وبكل التجسد اللي بدك اياه كان يومتها ببيت لحم مجبور ماري يوسف يروح هو والعذراء والطفل يسوع يسجلوا بدفاتر الرومان انه ماري يوسف والعذراء يسوع هن من سكان بيت لحم تيكونوا من سكان المعموره. هيدي بيسموها من كتب التاريخ، يعني اليوم التاريخ اذا بدك ترجع للزمن إذا واحد بده يشكك إنه بوجود يسوع وماري يوسف والعذراء هذا موجود بالحبر. عن كل حال هو حقيقة تاريخية ما حدا أبدا لا في يمحي التاريخ ولا يمحي الجغرافيا ولا جغرافية المكان اللي وجد فيه يسوع. إذا في منهم بده يشككوا موجود. فينا كيف فينا نختم اليوم هالحلقة بالوقت اللي بيدهمنا عن ماري يوسف؟ صحيح فيك تحكي 4-5 سنوات عن ماري يوسف. كيف فينا نختم اليوم هالحلقة عن يوسف معلم الحب تنلتقي بحلقة جديدة أكثر فيها شوف على أنا عن بشكر رب إنه عرفني على موري زند اللي عرفني بالفعل عن 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 قوة الصمت اللي كان عايشها هو العذراء والعذراء. شو أول شيء كنا مفكرين إنه هو ماري يوسف بس إنه هو فايت بالشك وهو عن هو يعني الألم كان منه، بس وقت زندل بيخبرك العذراء كانت عم تتألم أكثر من ماري يوسف بهذا الحدث قبل ما الملاك جاي يعرفوا عليها، لأنه هي كانت عم تتخزى أكثر لأنه شايفة حبيبها اللي بتحبه انه عم بيتخزى وما فيها تخبره الخبريه لانه هيدا سر سماوي، وكانت عارفه انه السماء هي بدها تكشف الامور بطريقه من الطرق. تاجى الملاك وساعتها هيدا اهم سر انا بالنسبه لي هو سر الصمت اللي كانوا عم بيحاولوا يحكوا مع بعضهم بهيدا سر الصمت، وهودي بيسموه عمالقه الصمت وعمالقه المحبه. ومنشان هيك فينا نقول نشكر موري زند اللي سمى ماري يوسف معلم الحب. شكرا لك خيي نعمة، ومنقول للأصدقاء المشاهدين بنهاية هذه الحلقة يلي تعنونت بيوسف معلم الحب بدي أتوجه أهدي هالحلقة للكوبليت وقول لهم ارجعوا على مثال يوسف ومريم، عبوا قلبكم من الروح القدس من هالصمت المقدس ومن هالثقة أول شيء بالله وتاني شيء ببعضكم البعض، لأنه إذا كنا عم نفشل اليوم بالحب أو عم نفشل ببناء العائلة لأنه مش عم نرتكز على الروح القدس لا بحبنا ولا بعلاقاتنا. نرجع ونلتقي نحن وياكم ضمن هالسلسلة يلي عم نتعرف عليها سوا مع الأستاذ نعمي أو خيي نعمي عن ماري يوسف بسنة ماري يوسف. Thank you.